السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات عائشة. نتمنى تكونوا ان شاء الله في اتم الصحة الجيدة. واليوم غنحضر معكم التيراميسو اللي سبقت لي وحضرته في فيديو سابق، لكن هاد المرة بإضافة. وبقوا معايا حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير في ان واحد. فبسم الله على بركة الله نبدأ الطريقة والمقادير في نفس الوقت. خديت هنا جوج الأواني أو جوج ديال الليبول، المهم كيف ما كان النوع ديالهم. وغادي نفصل هاد البيض، نفصل الصفر على البياض، ونحاول دائما البياض ما يبقاش لينا فيه ولو نقطة ديال الصفر، لأن ما غاديش يطلع لينا. بالنسبة للمبتدئات، بالنسبة للبيض أنا اللي استعملته متوسط الحجم. يمكن لكم الا استعملتوا هذا كبير الحجم ديروا غير ثلاثة البيضات، لان انا غنستعمل مول غير سميتو ماشي كبير بزاف. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى نفصل البياض عن الصفار. ونتمنى الى عجبكم الفيديو هنا مسبقا ما تنساونيش من اللايك والبارطاج مع الأهل والأصدقاء باش تعم الفائدة وتجي عن لنا باش نستمروا إن شاء الله في العطاء ونكبروا هاد القناة إن شاء الله. لما لا؟ صافي غادي ناخد هنايا البياض، هو اللي غادي نسبق به. غنضيف ليه جوج ملاعق هنايا كبيرة ديال السكر، المهم السكر على حسب الذوق، الا بغيتو تزيدو او تنقصو، ورشه ملح. وهنايا غناخد الطراب الكهربائي وغادي نطلع البيض ديالي حتى يولي كما كتشوفوا بحال الثلج. وصافي غادي نوضعو جانبا، هانتوما الا قلبتو راه ما غاديش يتكب. هذاك هو القوام اللي خصو يكون عليه. وغناخد داك الصفار زدت عليه نفس الكمية ديال السكر، أي ملعقتان كبيرتان. وهنايا الإضافة الثانية هي الفاني، واحد الساشية ديال الفاني. ثم غادي نطرب نفس الشاي بالطراب الكهربائي حتى طلع ليا هاد الصفر ديال البيض، ما يبقاش اللون ديالو غامق حتى يتفتح اللون ديالو. صافي بعد ما الخليط ديالي ديال اصفر البيض تخلط بحال هكايا وطلعته شويه، غادي نضيف ليه لا ماسكاربون. هنا استعملت 250 غرام، وغادي نطرب نعاود نخلط الطراب الكهربائي حتى يندمج ليا الخليط ويطلع كما كتشوفوا. وهنايا غادي نزول الطراب الكهربائي ديالي. غادي ناخد هاد السباتول وكنجيب داك ابيض البيض اللي طلعتو، وغادي نبدا نضيفو غير هكايا شويه بشويه مع تخلاط غير بمهل من اسفل للاعلى باش ما داك الهواء اللي فيه ما يهبطش. وصافي غنستمر بحال هكايا. دابا ضفتو انا على دفعتين فقط. صافي غادي نحاول معاه غير بالمهال، لان هاد المرحله مهمه باش ما تهبطش لينا الكريمه ديالنا وابيض البيض ديالنا، باش يبقى داك الهواء وسط منه. هادشي بالنسبه للمبتدئات، هاد النصائح مهمه جدا باش تنجح معنا الكريمه ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا غير بشويه علينا. وهذه هي الاضافه اللي قلت لكم، انا هنا حكيت الشوكولات السوداء. يمكن لكم تضيفوا هذوك لي بيبي دو شوكولا ولا اي نوع من الحبيبات ديال الشوكولاته، وهكايا كاضافه كتجي زوينه. وتضيفوا شي فاكهه مقطعه رقيق حتى هي كتجي زوينه.
خصوصا الفريز. بعد ما خلطت كما شفتوا الكريمة ديالي وغطيتها بالسلوفان، حطيتها في الثلاجة ترتاح واحد نصف ساعة على الأقل، كي يكون أحسن نديرو هاد الخطوة. هنايا جبت هاد المول ديال الزاج كما كتشوفوا، وحضرت القهوة، أنا حضرتها معصرة، أنا كنفضل هادي على سريعة الذوبان، ودرت لها تقريبا واحد ملعقة صغيرة من السكر، مهم على حسب نتوما على حسب الذوق، حيت أنا ما كثرتش السكر في الكريمة. صافي غادي نبدا كنغطس هاد لي بودوا غير القليل، ما نخليهمش بزاف لان دغيا كيتشربوا القهوه، نديرو غير شويه من، انا كندير شويه من الفوق ومن التحت، كاين اللي كيدير غير على واحد الجهه، انا كان هذه هي طريقتي. صافي غادي نستمر بحال هكايا حتى نكمل جميع لي بودوا ونستهم كاملين في المول ديالي. وكما كتشوفوا هذه الطريقه اللي درت، هادو اللي مقادين هنايا في الجوانب باش يشيط ليا داك الوسط، وغادي نعمرو بالاجزاء ديال هذوك اللي مقطعين، نعمر داك الوسط باش يجيني الشكل ديال التيراميسو ديالي مقاد في الشكل ديالو. وكنرحب بالمنضمين الجدد للقناه ديالي، واللي مازال ما اشترك ما عليه الا يضغط على الزر الاحمر، وما تنساوش تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله في القريب العاجل. بعد ما كملت هذه الطبقه الاولى ديال البسكوي، جبت الكريمه من الثلاجه كما كتشوفوا راه شاده في راسها، وغادي نقسمها على جوج. غدير الكميه الاولى كما كتشوفوا على هذا البسكوي، وغادي نحاول نوزعها بطريقه مستويه على لي بيسكوي وعلى المول ديالي. صافي كنستمر بحال هكا. كما كتشوفوا الشوكولات الحبيبات جات عاطيه الكريمه واحد الاضافه زوينه، انا الصراحه عجباتني، حتى نتوما جربوها وغتعجبكم ان شاء الله، وتعجب خصوصا الوليدات. صافي هنايا خديت انا ما متوفرش عندي هذا الكاكاو المر، نتوما الا عندكم ما يستحسن، انا درت هنا غير هادي ديال الشوكولا الحلوه ديال الحليب. صافي هنايا بعد ما دردرت الشوكولات على هاد الكريمه، غادي نعاود نفس العمليه، غنغطي كامل المول ديالي بالبسكوي، وهنا كنفرغ الطبقه او الكميه المتبقيه من الكريمه، وغادي نوزعها كما كتشوفوا بالاستعانه بهاد السباتولا على الكيك ديالي او التحلية ديالي. وهنا نفس الشيء كنوزع نفس الطريقة او التاني شوكولات غبرة، شوكولات هكايا بودغ. صافي وهي التيراميسو ديالي راها وجدات. صافي غادي نغطيها بالسلوفان ونوضعها على الاقل 6 ساعات في الثلاجة. التحلية ديالي هي وجدات او التيراميسو، وخا فيها مراحل هكايا كتبان صعيبة في الخدمة، انما النتيجة كتكون هائلة وروعة، خصوصا في ايام ديال الصهد او حتى بلا حتى في سميتو الايام العادية. صافي غادي نوريكم كيفاش كتجي هكايا من الداخل، وضروري ضروري الاخوات والاخوان تخليوها في الثلاجة على الأقل كما قلت 6 ساعات أو أكثر، بلا ما تضعوها في المجمد لأن ما كتنجحش. أنا درتها مرة في المجمد زعما باش تسربي ليا زعما تشد فراسها، إنما بالعكس ما طلعتش زوينة. ونصيحة أنتم ما تطيحوش في هذا الغلط، يعني غير في الثلاجة عادي.
هانتوما كما كتشوفوا من الوسط كيفاش جات، جات هكايا طبقات باينين، وديك الشكلاط كما قلت راها جات زوينه. ونتمنى تعجبكم ويعجبكم الفيديو، تجربوا الوصفه، وما تنساونيش دائما من لايك كما قلت الا عجبتكم بطبيعه الحال الوصفه اللي قدمت لكم. ما تنساونيش من لايك ومن البارتاج والاشتراك، وشكرا لكم مره اخرى، ونهاركم مبروك.